هنعمل ايه في الجو الوحش ده؟ نتعامل معاه ازاي؟ طيب الحقيقة مش احنا بس، العالم كله النهاردة بيعاني من ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن صحيح. المعلومات اللي بتجيلنا والأخبار بتقول إنه أوروبا مثلا بتعيش اليومين دول درجات حرارة غير مسبوقة، وده معناه إنه يعني في فعلا نتيجة التغيرات المناخية في ارتفاع نسبي في درجة الحرارة، وخاصة في التوقيت ده بالذات. ويمكن في السنين اللي فاتت أوروبا نفسها سجلت عدد وفيات كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والأبحاث الحقيقة طول الوقت عمالة بتدور يعني إزاي نتكيف مع درجات الحرارة اللي بدأت دلوقتي تبقى مرتفعة، وفي نفس الوقت إيه اللي ممكن نعمله. وقبل ما نجاوب كده، بس في بعض المعلومات الحقيقة أحب إن المشاهدين يكونوا عارفينها. أول حاجة، إحنا جسمنا درجة حرارته الداخلية 37 درجة، والمخ مسؤول عن الحفاظ على درجة الحرارة دي طول الوقت. يعني إذا كانت الحرارة الخارجية أعلى، هو يعمل كل الحاجات ويدي أوامر للأعضاء علشان تحافظ على درجة الحرارة الداخلية 37. وإذا كان درجة الحرارة أقل برضه نفس الكلام، يبدأ إن هو يدي تعليمات وأوامر لأجهزة الجسم علشان إنها تساعد على زيادة درجة الحرارة الداخلية. فبالتالي احنا المايسترو بتاع الموضوع كله هو المخ، والمخ هو المسؤول عن الحفاظ على درجة الحرارة بالشكل ده. لما بيحصل زيادة في درجة الحرارة، يبدأ يدي تعليمات للأوعية الدموية إنها تتسع، الأوعية الدموية الخارجية، ويدي تعليمات للغدد العرقية إنها تبدأ تخرج عرق، علشان ده هيساعد على تبريد الجسم شوية. ممكن ده يحصل كويس لو ما فيش رطوبة عالية، لكن لو الرطوبة عالية يبدأ موضوع خروج العرق والتخلص من العرق ده يبقى أصعب، وعشان كده الناس ممكن تحس بدرجة الحرارة أعلى لو نسبة الرطوبة أعلى. كمان المخ الحقيقة مسيطر على كل أعضاء الجسم، يعني مع ارتفاع درجة الحرارة نص درجة داخليا، المفروض أنه القلب بيشتغل أو يبدأ يزيد عدد النبضات 10 نبضات في الدقيقة. يعني نص درجة حرارة تزيد، وعشان كده لما ترتفع درجة حرارتنا بنحس ضربات قلبنا عالية. دي كمان تعليمات من المخ علشان يقدر ان هو يتخلص من درجات الحرارة. كمان بيدي أوامر للعضلات ان العضلات ما تبذلش مجهود، علشان ده بيولد طاقة، فيخلي الواحد إحساسه كده ان هو مش عايز يتحرك ولا يبذل مجهود بشكل كبير. يدي تعليمات للكلى انها تحافظ على السوائل اللي جوه، فالواحد ما يفرس بول بزياده. وفي الجو الحر كلنا بنبقى يعني كميات البول اقل، والبول بيبقى مركز اكتر. يدي تعليمات للرئه علشان يحصل نوع من التبخير عن طريق التنفس، فيبقى في سرعه في النفس. سرعه النفس دي محاوله لان هو برضه يعمل عمليات تبريد اللي بنسميها يلهث. يبقى الواحد بيلهث في الجو الحر بزيادة. وبالتالي المخ الحقيقة مسؤول عن إنه هو طبعا جانب شغل كتير بيعمله، إنما مسؤول عن الحفاظ على درجة الحرارة.